اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين. اقوى خطوط المنتخب التونسي الخط الهجومي. الخط الهجومي نسمي نعيم بالاقوى، يبقى يوسف المساكني اقوى واحد. وبعديه سيف الدين الجزيري هداف البطوله، وبعديه حنا بعل اللي تحتيهم، وبعدين نعيم السليتي. الاربعه دول طبعا مع الباص بتاع فرجاني ساسي، لكن الاربعه دول فيهم ميكس قوي. يعني حنا بعل لعيب متحرك طبعا، لعيب مانشستر طبعا طبعا، وهيبقى احسن من كده كمان. هو بيروح على الجون قليل، ما عندوش طبعا المهاره بتاعت يوسف المساكني، لكن هو متحرك، خبرات طبعا ومتحرك. لكن سيف الدين الجزيري بدماغه شغال، يمينه شغاله، شماله شغال، هداف فعلا. يوسف المساكني قوي جدا لو سلمته الكوره، لو سبته يستلم مشكله. ليه؟ لان عنده حلول، هو هيلعبك على السبته. اول ما هتخش على طول هياخد على السبته. عنده الفكر بيتغير في جزء من الثانيه، يقدر يعمل 1 2، يقدر يقف على الكوره، يقدر يصلح. الناحيه الثانيه نعيم السليتي اقلهم شويه، لكن سريع وقوي. ومهم ان فتوح كمان يهتم بيه الجزء ده. انا شايف ان كيف نواجه هذا الخط القوي. بص يا كابتن، انا عندي خطين تقال جدا، وانا خايف انا اقول خط فيهم اقوى عشان ما اظلمش الخط الثاني. يعني عندي خط دفاع برجوع اكرم توفيق، بحجازي، بالونش، بفتوح اللي انا بعتبره من افضل اللعيبه اللي موجوده في البطوله. عامل بطوله هايله. واتظلم ان هو ما خدش افضل لعيب في اي ماتش من الماتشات، فبالتالي انت عندك رباعي تقيل جدا ان شاء الله. رباعي تقيل جدا، ومش عايز اغفل حق نص الملعب. نص الملعب قوي، حمدي لما يكون معاه السوليه او معاه زيزو او معاهم مهند او قفشه. نزول زيزو ظبط شكل الفرقه شويه، يعني بدايه زيزو ظبطت شكل الفرقه شويه. بص يا كابتن، احنا عندنا مشكله في نص الملعب. ان ثلاثه اقوياء، ولعب مهند مع حمدي مع 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 السوليه، لكن المرونه اللي يزيد هي زيزو. طبعا اللي يزيد قفشه. لكن الثلاثه مع بعض مش هتلاقي النسبه الهجوميه عندنا عاليه. هتلاقي النسبه الدفاعيه عندنا اعلى من النسبه الهجوميه. لكن اللي بيعمل مرونه ويزود الكثافه الهجوميه هو زيزو او قفشه. بص الارقام دي حلوه عشان كده الثلاثه بتوع نص الملعب. انا بقول ان لازم يكون موجود فيهم قفشه او موجود فيهم زيزو. لو حبيت تلعب بثلاثه نص الملعب الاثنين موجودين، لو حبيت بقى حطيت زيزو قدام خلاص بقى في الحته دي بقى فيها ميزه شويه.